بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم. هنشوف مع بعض عملية تطعيم للصبار، عملية سهلة جدا وعملية جميلة جدا، وإن شاء الله تنول إعجابكم. عملية سهلة، عملية تطعيم صبار الكينو كارتس المعروف باسم أمة القاضي على صبار من أنواع الشمعدان. الهدف من عملية التطعيم الشكل الجمالي للصبار، يعني يكون عندي صبارة جميلة جدا في الحديقة أو في البلكونة. هنشوف العملية مع بعض إن شاء الله، وإزاي بنطعم الصبار مع بعض. هنشوف طريقة التطعيم مع بعض. نشيل الجزء العلوي الأول. بعد ما نشيل الجزء العلوي نبدأ نجيب صبارة من اللي هو الكيمو كارتس اللي مشهور بعمة القاضي، بس هنجيب طبعا واحدة صغيرة من اللي هي الخلفات اللي على الجناب سفلي على الجزء العلوي من صبارة الشمعدان. تبقى بالشكل ده كده. طريقة تثبيت ممكن عندي طريقتين. طريقة إن أنا ممكن أعملها باللزق عادي أو بالأستيك، فهنجرب طريقة الأستيك. ناخد كمان استك. كده بقى تمام. نجرب في النوع التاني من انواع صبار الشمعدان. شيل برضو الجزء العلوي. زي ما قلنا، الهدف من التطعيم طريقة تجميل الصبار. نبدأ تاني برضو نشيل الجزء السفلي. لازم اتاكد من عمليه التطبيع صبرتين على بعض بالشكل ده كده، وبعد كده برضو بثبتها بالاستيك عادي. تمت عملية التطعيم الصبار بنجاح، وزي ما احنا قلنا ان احنا بنبدأ نشيل الاستيك بعد حوالي اسبوع اسبوعين 3 اسابيع، فاحنا هنبدأ نشيل الاستيك بعد حوالي اسبوعين ونشوف نسبة نجاح التطعيم. تمت عملية التطعيم بنجاح، تم الاندماج مع صبار مع بعضه. نشوف التانية.
تمت عملية التطعيم بنجاح. كده بقى عندي صبارتين بشكل جميل جدا، ممكن استعملهم في اي مكان عندي، في المنزل، في البلكونة، او في الجنينة بتاعتي. نرجو تدعمنا بلايك، وكما يشرفنا الاشتراك في القناة، نتابع مع بعض ويصلك كل جديد. شكرا، السلام عليكم.